السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے چلیے اللہ کے پیارو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب
قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك